جدا واختلاف صدر كبير جدا. أنا سهلا في شعرنا وبارك الله فيكم. سبب في هذه الاستضافة الأمانة ما نحن إلا كنا منسقين لا أكثر ولا أكثر. سبب ذلك أننا نحاول نزرع التصميم بين أهلك وأخواتك في الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منهم إلي يعني أرجو منهم أن يضعوا هذه الجوانب الإيجابية. رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وسلم. طبعا أنا أريد أن أرسل الشعر بلد وأقصد هذا الوطن ليبيا من مشرقها ومغربها وجنوبها. ضرب أطناب الأرض قيمة وحرك مشاعر كل السلامات. Thank you.